طيب هنا أستاذ مصطفى، بتقديرك هل يخطئ الرئيس الأوكراني عندما يقفل الباب أمام أي مفاوضات قادمة في ظل وجود فلاديمير بوتين؟ والله بوتين في شجرة، لا بد أن ينزل من الشجرة، إنما هو ينزل من الشجرة يمكن يعني المحادثات. سحب السلم تماما هنا زيلنسكي بهذا القرار. لا أصلا كما قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه تحدث مع زيلنسكي حول المفاوضات، قال أنهم مستعدون للمفاوضات مع روس، حتى يعني طلب من الرئيس التركي التواصل حول هذا الموضوع. ولكن بوتين هو شخصية أنودة، يعني أنيت يعني، لذلك فهو يعني لا يتلين حتى يتم مفاوضات بين الجانبين. أصلا خيارات قليلة جدا، إما هو أن يستقيل أو يتم إقالته، ولكن كيف؟ طبعا روسيا ليس هناك في روسيا نظام ديمقراطي، في خاصة في أيام بوتين ليس هناك تداول في السلطة ولا التغيير في هذا المجال. لذلك يعني حتى أقول أن طبعا الخبراء يتحدثون عن احتمالية اندلاع حرب العالمية الثالثة. لم يكن في أفغانستان مثلا هذا الوضع، لم يكن استقطاب كما هو الحاصل اليوم عبر أوكرانيا، لأن الغرب فقط في آنذاك أرادوا تلقين درس، يلقنوا الدرس بالنسبة للدب الروسي أيام بريجنيف. ولكن اليوم أكثر من تلقين الدرس بالنسبة لبوتين، يعني هم يشاهدون أو يرون أنه ذهب إلى حد بعيد. لذلك لكن هذا القرار الأوكراني ما فيه أيضا رفض لأي محاولة تركية قادمة من أجل إحياء مفاوضات السلام؟ الغرب يعني مقالت بيد الغرب، لو ضغطها الدول الغربية، ضغطت الدول الغربية زيلنسكي حول يعني إقناعه للمفاوضات مع الطرف الروسي، فهو يقتنع، يعني لا يرفض، على أساس طبعا محاربة أوكرانيا ضد روسيا هذا مكفول بدعم دول الغربية، أليس كذلك؟ نعم، يعني بمفرده لا يستطيع مواجهة روسيا ولا. بس كأنه هذا، خليني هنا أسأل أستاذ إيفان، كأنه هذا أستاذ إيفان، وربما نختم معك بهذه المداخلة الآن، كأنه هذا رفض أوكراني مسبق لأي وساطة تركية قادمة؟ الوساطة التركية بشأن الحوار السياسي كان بأيام قليلة جدا من هذا الإعلان الأوكراني، وحتى توقيع على الأمر الرئاسي بشأن وقف المفاوضات مع بوتين حين يبقى في السلطة، ويجب المفاوضات على مستوى بشروط أخرى، لأن روسيا هي نفسها هي أغلقت هذا الباب المفاوضات عن طريق إعلان أن وقيام قانونيا يعني عبر البرلمان الروسي في ضم غير شرعي لهذه المناطق الأوكرانية. وبهذا السبب ما هي المفاوضات، يعني موضوع المفاوضات، أوكرانيا لا تقبل نهائيا أي تنازل من الأراضي لروسيا بما فيها القرم ولوهانسك ودونيتسك والمناطق الأوكرانية أخرى، وروسيا تعلن ضم هذه المناطق. وبهذا السبب روسيا أغلقت باب الحوار عن طريق هذه الإجراءات داخلها. ولكن المفاوضات مع روسيا محتملة ممكنة على أساس عندما روسيا تنسحب جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا، وبعد ذلك أوكرانيا ستصر أن تطلب التعويضات. لكن أستاذ إيفان، الآن القرار الأوكراني واضح، لا مفاوضات مع بوتين. يعني البعض يقول بأنه الضغط الميداني، التقدم الميداني، الانتصارات التي تحققونها مع هذا القرار اليوم الأوكراني ربما يضغط على بوتين كي يستخدم السلاح النووي ضدكم. بوتين يمكن أن للأسف ممكن أن يستعمل السلاح النووي، ونحن يجب أن
نقبل هذا بشكل جدي، يعني نتعامل بهذا المسألة بشكل جدي. وهناك توضيحات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في أوكرانيا للناس، للمواطنين، كيف يجب أن يتعاملوا لو كان هناك إنذار عن الهجوم النووي. وبالفكرة هناك ليس فقط استعمال الأسلحة التكتيكية النووية في أوكرانيا محتملة، أما كذلك هجوم روسي على مثلا مفاعلات تشيرنوبل أو مفاعلات زاباريجيا، التي الآن زاباريجيا تحت محطة نووية زاباريجيا تحت السيطرة الروسية. وإذا روسيا تفجر أو تعمل انفجار في هذه المحطة، هذا كذلك يعتبر الهجوم النووي، وربما تفجر المحطة وتتهمكم. هو يتمكن أن يتهمنا، نحن نعلم جيدا هذا الأسلوب الروسي، يعني حرب شيشان عندما اتهموا الشيشانيين بتفجير المباني السكنية، ولكن عملوا هذا بأنفسهم، وهذا تكتيكات روسية. خليني سريعا أخذ رأي الأستاذ مصطفى.